Pinje visne ho ne vrams grev zo ka ta yo ani vakro no sma. Asi kere ye. قفوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة ماري معلمنا يوحنا البشير، بركاته على جميعنا أمين. من مزامير تراتير معلمنا داود النبي والملك الطاهر، بركاته علينا أمين. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه. كان يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمه. هللويا. مبارك هو الاتي باسم الرب. باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي له المجد الدائم للابد امين. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرحين. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذ ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون. ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكن فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علنيتان. وفي ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه، هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع، الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرق فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.